انا اسف والله انا اسف. ازيك يا بيم؟ ايه الاخبار؟ يعني اظن بقى دلوقتي الوقت المناسب ان احنا ايه نسافر بقى، يعني من رمضان يا اخي. مين اللي نظف العربيه؟ لا مش شكلها والله. هو المفروض الزرار ده انت اشتغل. الزرار دوس يا ابني على الزرار. الزرار الزرار يا ابني. السيد عبد اللطيف يمشي يتمخر. عبدو I'm really excited. والله and hungry. ما هناكله بقى. At the same time. الواحد افتقد الصراحة الفيو ده. فيو جميل. مش عارف ليه الواحد لما بيجي هنا المايند سيت بتاعته بتتغير تماما. المايند سيت بتتغير لأن طول ما أنا قاعد في البيت يعني بيبقى فيه مجهود كبير قوي علشان تقوم من على السرير أو تقوم من على الكنبة وتنجز حاجة. يعني المغريات أو الحاجات اللي بتشدك للتريحة أكتر. هنا لا، أنت مش بتبذل اي مجهود خالص في انك تقوم وتنجز حاجة، بالعكس انت موجود اصلا في مكان بيساعدك على حاجة زي دي. يعني البيئة ذات نفسها بتزقك اصلا انك تنجز، يعني زي مشاهين كوتش الكارير كان بيقول شاهين كوتش الكارير. عجبني قوي اللوجو بتاع شاهين والانترو بتاعته وكل حاجة في الديزاين. يعني شاوت اوت لمروان عمرو وعمرو الصديق، مروان اللي صمم اللوجو وعمرو اللي عمل الانيميشن وانا اللي سجلت الصوت مع شاهين، يعني بالمايك بتاعي، صوت شاهين المايك بتاعي، وانا اللي اقنعته اساسا ان هو يتبنى الموضوع ده، يعني الكرييتيف دايركتور بتاع الموضوع ده. تمام، شاهين كان بيقول لو انت عايز تبقى تاجر مخدرات بس روح في بيئه فيها الحاجات دي، يعني ايا كان البيئه اللي انت هتتحط فيها ايفينشوالي او في النهايه هتبقى واحد من الناس دي. لو انت عايز تلتزم اقعد مع ناس ملتزمين، عايز تنحرف اقعد مع ناس منحرفين، مش تبذل اي مجهود، انت بس هتمشي مع الطيار عامل كده زي اكسبريشن سيب نفسك المايه تشيلك. نفس الكلام، سيب نفسك في البيئه ديت هتبقى زيهم. ف يعني في فرق كبير ما بين انك تشتغل من البيت ومنك تتحط في بيئه يعني بتشجعك على الشغل، وده احد الاسباب. يعني زي ما قلنا قبل كده اللي خلاني اسيب البيت الكومفورت زون اللي هو حلم اي حد ان هو يشتغل من البيت واجي هنا. طيب واحنا يعني رايحين ناكل دلوقتي عند المطعم بتاع كريم وامير وسالم وسكورين سيركل، بس تقريبا حاطين اللوكيشن غلط على جوجل مابز فتهنا تهنا جدا. بقالنا نص ساعه ماشيين لحد ما اتصلنا بيهم وقال لنا يعني مكان جنبه كده، فايه رايحين على المكان اللي جنبه ده في جوجل مابز يعني، بس للاسف قالوا لنا ان هم مقفلين يعني ناس حاجزه وبتاع، فنشوف كده نعرف ناخد لنا ترابيزه ولا لا. يعني هم الجماعه طلع عندهم مشكله فعلا مع فيسبوك، هم بيحطوا اللوكيشن صح على فيسبوك بس فيسبوك بيودوهم حته ثانيه خالص، بس اهم حاجه ان احنا وصلنا الحمد لله. احنا دلوقتي هنا في المطعم اصلا، بس هو البين مديني ان انا لسه امشي لي شويه حلوين جدا يعني. ف احنا كنا عمالين نلف بقى في في البتاعه دي، عمالين نلف حوالين نفسينا ونسال ونتو ورحنا حته كده غريبه يعني، بس الحمد لله يعني مستر احمد سالم عمل لنا. شرحت لك بس الموضوع. انا شرحته برضه لان انا كنت متضايق جدا وانا جاي. بتقول احنا بنبعتهم ما تحطوش اللوكيشن يا عم على الفيسبوك وحش قوي. طب ما عملنا نعمل ايه؟ طيب شيلوه واكتبوه بس او حطوا اللينك بتاع المابز على طول. هنعمل كده حاضر، هسمع الكلام. انا مبسوط جدا. انا بصراحه كان عندي تساؤل من ساعه ما عرفت ان انتوا فتحتوا مطعم، يعني قول لي وايس كيورن سيركل ده يعني ليه 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 الاسم ده؟ بص يا عم احنا عملنا حاجتين كده المفروض، يعني كان فيهم الفكره ان احنا كنا عايزين نعمل البرجر بتاعنا مربع خلاص، والبيتزايا بنعمل حاجه اسمها بيتزا رول، فالبيتزا رول دي مدوره. فقلنا طيب احنا طالما احنا قررنا ان احنا نلعب شويه في الاشكال فطب ما نعتمد على الاشكال، فهنسميها سكورن سيركل بحيث تبقى جزء من الدعايه، يعني ان احنا بنعمل شكل جديد في الاكل. حلو كده؟ حياة قلبي. ناخد بقى الله يخليك. طيب تاني يوم صاحب المطعم الثالث جه يعتذر لي بنفسه بسبب التدويخه اللي دوخنا امبارح دي. انا ما بعتذرش على فكره. انا جاي اساعده في الكورس اللي هو هيعمله. متحمس جدا ان انا اشوف احمد بيعمل ورك شوب. متاكد ان هو بص هو بيقول لي بيحضرها بقاله تقريبا 15 قرن، فانا متاكد ان هو هيعمل حاجه عالميه.
بس يعني ما تغلهاش قوي يا شيخ احمد. يعني هنمشيها جاي بيعتذر، يعني هنمشيها جاي بيعتذر. لا جاي اشوف هو هيعمل لكم كورس. انت ما تعرفش دي ببلاش. ايه دي ببلاش؟ هو في حد يعمل حاجه ببلاش يا ابني؟ ايوه ال 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 في حته الناس مش فاهمها كويس. الخدمه اللي انت تخدمها له ان انت بعد ما تدفعه فلوس تدي له حقه صح، تدي له سيرفيس بالظبط. لكن انا حضرت كورسز كتير المحاضر نفسه مخبي حاجات مش عايز يطلعها، يقول لك ده سر بتاعي انا، ده مش عارف ايه. فانت الخدمه الحقيقيه مش ان انت تاخد حاجه ببلاش، تاخد حاجه ببلاش دي يعني انت بتدمر مستقبل الراجل اللي واقف يديك المحاضره. لان انت عليك مصاريف وعليك وقت ووقت التحضير، مين هيدفع ثمن الكلام ده؟ مين هيصرف على بيتك يعني؟ المحبه هتصرف على البيت. فالفكره كلها بهزر يا عم بلاش بس. الفكره كلها سيرفيس كويسه وانا واثق في الراجل ده. الله يكرمك. هي بس اللي ممكن الناس مش واخده بالها منه ان انت بتصرف اصلا علشان تقدم سيرفيس، تأجر مكان وبتأجر معدات لو انت محتاج معدات، والموضوع مش رخيص. كل ده لازم انت تكسب عشان تعمل تاني، بتبذل مجهود يا عم انت، لازم تكسب. هو ايه المشكله ان انت تكسب؟ الموتيفيشن اللي يخليك تكمل. ايه الناس بتزعل ان انت تكسب؟ يعني في حد مش يعني هو دلوقتي انا فاتح مثلا مطعم، اقول للناس تيجي تشتغل عندي ويترز في المطعم عشان هما بيحبوني وببلاش، يشتغلوا عندي مثلا 8 ساعات شيفت يوميا عشان بيحبني بقول له ببلاش، هو مش هيرضى. مفعش. طب ليه عايزك انت تعمل كده؟ مش عارف الصراحه. كنت بقول لك ان الناس ما بيشوفوش الدوره كده. انت دلوقتي لما تيجي تفتح مشروع بتشتري مثلا محل تاجره وبتجيب كراسي وحاجات وبتاع وبتبتدي تبيع منتج مثلا، المفروض بزنس وايز ان انت الناس بتبتدي تشتري منك فتره، الفتره دي كلها انت ما بتكسبش، يعني بتقعد لك مثلا بتاع سنه بترجع دوره المال اللي انت دفعتها تاني. حلو. فالتعليم نفس الفكره، انت مثلا دلوقتي بدات تاخد كورسات تتعلم، فانت هو بيجي يقول لك ايه ليه ده وقف معايا 4 ساعات، خد فيهم مثلا 500 جنيه، ليه ياخد 500 جنيه في 4 ساعات؟ فاهم؟ بس هو مش فاهم ان انت عشان تعرف تقف ال 4 ساعات دول صرفت فلوس قد كده. مثلا عندنا احنا في الكوتشنج مثلا اول كورس خدته كان ب 2000 دولار. بعد كده تاني كورس خدته كان ب 32000 جنيه. بعد كده كان في كورس خدته 5 ايام ب 6000، 5 ايام بس 6000، يعني اليوم ب 1000 وشويه. ده غير الكتب اللي ده دخلت المكتبه الواحده بتطلع دفعه اكتر من 1000 جنيه. فانت مثلا تلاقي نفسك تعليمك كله معدي 150000 جنيه دوره عشان المال. توصل له دوره المال دي هترجع تاني ازاي؟ ما انا لو ما كنتش بعمل يعني وانا بتعلم كده ما كنتش بشتغل فبجيب فلوس، ما كنتش عارف اخد الكورس الثاني والثالث واجيب الكتب. صح. فما كنتش عارف اعلمك كويس. بس المشكله في ايه بقى؟ يقول لك ايه؟ يقول لك ما ابراهيم الملواني ابن سعيد البهلواني عملها ب 200 جنيه او عملها ب 60 جنيه، ما نفس الكورس. ما ينفعش تقول لي مثلا المدرسه في مدرسه ب 50 جنيه في مدرسه ب 10000 وفي مدرسه ب 100000. ما ينفعش تروح للمدرسه ب 100000 تقول لهم انتوا ما ينفعش تبقوا ب 100000 عشان في مدرسه ثانيه حكومه ب 100 جنيه. يبقى انت كده بتطلب حاجه بره العقل. انت بقى عايز تروح المدرسه ب 50 جنيه روح، عايز تروح المدرسه ب 5000 جنيه روح، لكن ما تطالبش مستوى جوده ان هو يرخص سعره عشان يبقى ينافس سعر مستوى جوده اقل. بس عايز اقول لك بجد ان الكورس اللي انا اخدته معاك ده فادني جدا، فادني جدا جدا. يعني الموضوع عندي كان صعب قوي انك تقف قدام ناس وكده وبتاع، انت تقف قدام كاميرا عين واحده بص عليك، انت تقف مثلا قدام 500 ولا 1000 واحد 2000 عين بصين عليك، واخد بالك؟ كان الموضوع صعب جدا. بس بعد بصراحه الورك شوب ديت يعني افضل فلوس استثمرتها والعائد بتاعها كان مربح في اسرع وقت. يعني والله دعايه ببلاش.